كتير بفكر ازاي بفتكر اي حاجة، ذكريات، اماكن، اشخاص، كل حاجة من دول ضروري يكون لها شكل في دماغي، صورة بتظهر لبعض الوقت وبتاخد اشكال مختلفة طول ما بحاول افتكرها. لو انا هنا دلوقتي هفتكر اللحظة دي ازاي كمان يومين، اسبوع، شهور؟ هفتكرها كمان سنة ولا لأ؟ ما اعتقدش نقدر نتحكم هنفتكر ايه وهننسى ايه. في حاجات بقرر افتكرها واحتفظ بيها جوا دماغي فترات طويلة، بس بنساها بمجرد لما اقرر اني محتاجة افتكرها، وحاجات بقرر انساها للأبد، تضيع في مكان بعيد جدا ومظلم، بلاقيني فاكراها بحذافيرها كأنه مبارح. في فترات كتير بتقع في النص. لو حد سألني فاكرة حاجة عن سنة 2016 غالبا مش هفتكر. سنين بتمر، ممكن ما افتكرش كنت فين ولا كنت بعمل ايه في وقتها، بس غالبا ببقى فاكرة حسيت بايه. في اماكن لو زرتها تاني دلوقتي مشاعري هتتحرك بشكل ما، بس ممكن جدا ما افتكرش ايه اللي حصل اثر في التأثير ده. ده بيفكرني دايما قد ايه في حاجات ما بنقدرش نتحكم فيها رغم تصديقنا اننا نقدر نتحكم فيها. المكان ده عندي ذكرى جميلة جدا مرتبطة بيه، ذكرى حميمية ودافية، وكان فيها وعد كبير للأسف ما توفاش. لما بشوفها بفتكر قد ايه كنت شايفة اني متحكمة في احداث هتحصل بعدها. ذاكرتي يمكن ما خذلتنيش وافتكرت اللحظة دي، بس الأكيد اني ما كنتش متحكمة في اي حاجة حصلت بعدها، برغم من الوعد وبرغم من القرار. الذكرى ممكن تتبدد بسهولة جدا، في لحظة انت فاكر بعدها على طول بتاخد شكل، او بالأحرى ما بتبقاش موجودة بشكلها الأصلي. بفكر دايما لو الذكريات ملموسة هل هيبقى في مكان يسعها؟ غالبا مفيش، يمكن كفاية شوية حاجات تفكرنا بيها من وقت للتاني على هيئة أماكن أو أشخاص أو حتى لمسة.